صباح الخير عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني كلشي مزيان؟ كيف صبحتوا؟ بخير الحمد لله. اليوم غادي نصاوب واحد الغداء وبغيت نشاركه معاكم، ومنها الروتين ديالي ديال الصباح طلبوني عليه البنات. انا غادي نديرو لكم اليوم وان شاء الله نحطو في نفس النهار ان شاء الله. المهم البنات، اول حاجه غادي نديرها اللي هي هاد غادي نفور اللحم اولا هذوك الضلوع كما كتشوفوا انا حطيتهم هنايا في الكسكاس هاو معايا، حطيت يعني الكميه اللي غادي ناكلو. شنو غادي ندير عليها؟ غادي ندير عليها الملحه، ندير ليهم الملحه صافي. وغادي نديرو غادي نغطيه بشي بلاستيكه وغادي نشعل عليه ونخليه يفور على خاطرو. ملي غادي يفور غادي نديرو في الفران يتحمر باش هاد القشره هادي تحمر ليه. من بعد البنات غادي نرافقو بواحد سلطه، وغادي المهم كلشي غادي نشاركو معكم بلا ما نحرق المراحل. انا غادي ندي هذا لانني ما غاديش نديرو دابا هنايا في الكوزينه، غادي نديه للفرن ونهيها وغادي نشعل عليه وغادي نخليه. يلا خليكم معايا نراجع. بنات انا رجعت معكم عاوتاني. شنو درت؟ عندي هنايا جوج ديال التفاحات هانتوما، نقيتهم حيت لهم القشره ديالهم، حطيتهم في هذه المقيله هذه. من بعد غادي نوريكم شنو غادي ندير بهم. عندي هنايا مطيشه، اختاريت ديك مطيشه اللي كتكون شويه قاصحه ديال الشلاضه حيت لا حتى هي الجلده ديالها. من بعد عندي هنايا هاد البصيلات هادو صغيورين هانتوما، غادي نحيد لهم حتى هما القشره ديالهم. والبطاطا ها هي حتى هي راني كنقيها دابا. انا شنو كندير؟ هي كنقي دابا ومن بعد غادي نقول لكم شنو غادي ندير بالنسبه للبطاطا. وهاد البصله هادي غادي البطاطا غادي نقيها ونفرقها على جوج، وغادي نديرها فوق داك اللحم، فوق داك الكسكاس اللي فيه اللحم هي والبصله. حتى البصله غادي نقيها وغادي نفرقها على جوج لانها صغيره، غادي نديرهم فوق داك اللحم وغادي ندير عليهم داك البلاستيكه ونخليهم يطيبوا يعني يتبخروا مع داك اللحم. مني غادي يتبخروا نتبخر ليا البطاطا، نقيسها بالموس نحس بها صافي راه ولات يعني طايبه. غادي نهزها غير بشويه ونحطها في شي طبيصيب، وهذه راه كتاخذ شويه الوقت غادي نخليها. فهمتوا كيف؟ غادي نخليها مع اللحم حتى طيب. هادشي اللي غادي نقول لكم دابا. انا غادي نكمل التنقيه وغادي نرجع معاكم.
غادي ندير بعد ما لقيت الخضره درتها كتسلق عندي هاد جوج تفاحات غادي نغسلهم غادي نقطعهم دويورات بحال هكا باش غادي نعسلهم الدويورات باش غادي نعسلهم ديما يعني بقاو تاكلوا هكايا يعني تنوعوا بحال هكا في العيد مثلا ما تاكلوش غير اللحم بوحديتو ديروا معاه هكايا مرافقات نحيد ليها هاد الزريعه بحال هكا من بعد ناخذ هذه المقينه غادي ندير فيها شويه ديال السنيده انا غادي نجيب السنيده وغادي نرجع معكم انتما البنات درت هنا شويه ديال السنيده غادي نزيد عليها شويه ديال الماء واحد نقيطه الماء صافي غادي نشعل عليها غادي نعسل فيها التفاح هاد البريكات صراحة كيفصو شوف شي بريكة بهاد السنيده هادي غادي ندير فيها التفاح وعندي هنايا البنات شوفوا عندي المشمش وعندي هنايا البرقوق لان هاد الغدا نديروا ليهم شويه بريستيج نور ليهم شويه من بعد شنو غادي ندير دابا غادي ندوز باش نصاوب الشلاضه غادي ناخذ البصله ندير البصلة يعني رقيقة هذا كما كتشوفوا درت فيها مطيشه والبصله والخيار قطعهم طريفات صغيورين كما كتشوفوا دابا ما غندير لها لا عطريه لا حتى شي حاجه غادي نديرها في الثلاجه حتى نبغي نحط الغداء عاد نزيد عليها شويه الملحه والخل وهذا وشويه ديال الابزار وشويه ديال الزيت هنايا ها هو التفاح كيتعسل ها هو شنو غادي نزيد هنايا في الجناب غادي ندير المشماش حتى هو يتعسل يدخلوا شويه هذيك الحلاوه وغادي ندير البرقوق غادي نخليهم معاه من بعد ملي غادي يتعسلوا غنزيد عليهم شويه ديال القرفه هي هادي شويه ديال القرفه هادي غادي نديرها في الثلاجه بحال هكا غادي نعسلهم نزيد عليهم قرفة
كيتعسلو مزيان غادي ندوزها البنات دابا باش نجمع هاد الروينه اللي كاينه لهاد الجهه. يلا Invincible.